احتجاجية سلمية بالرباط للمتصرفات والمتصرفين احتجاجا على سياسة الحكومة فيما يخص أجور هذه الهيئة التي جمدت على مدى 20 سنة، واحتجاجا على صمت الحكومة على مطالب هذه الفئة التي تتجسد وبكل وضوح في نظام أساسي عادل على غرار باقي فئات الوظيفة العمومية. الحكومة تواجه المتصرفين بشكل حصري بكثير من الاستصغار، بكثير من الحجرة، بكثير من القهر الغير مفهوم، نعتبره عقابا جمائيا لفئه تحمل الاداره على اكتافها. اليوم هذه المسيره تعرضت للمنع يعني الفجائي بشكل غير مبرر. اليوم هذه المسيره كتمنع لاسباب غير معروفه، مع العلم اننا اطر الدوله منضبطون، نحافظ على الامن العام للبلاد، لسنا اصحاب فوضى. احنا باش يتعاملوا معنا بهالطريقه، هناك انزال امني كبير جدا، انزال امني مبالغ فيه، وكاننا امام يعني ناس حتال المجتمع. نحن لسنا حتال المجتمع، نحن اطر الدوله، وهناك كثير من المتصرفين من وزاره الداخليه. اذا السيد وزير الداخليه بهذا القرار رجع بالمغرب الى عهد العصور البائده، عصر لا حقوق. احنا في مغرب جديد، مغرب الالفيه الثالثه، مغرب الجيل الخامس من الحقوق، والاحتجاج السلمي حق من الحقوق الدستوريه، وبالتالي نندد بهذا المنع التعسفي وهذا العنف المعنوي. اليوم جئنا الى مدينه الرباط لتنفيذ المسيره الوطنيه العاشره، الا اننا تفاجانا بانه بقرار المنع لظروف للسلطه الترابيه هي اللي قدرت ان هذاك الظروف، حنا ما كنجهلوش شنو الاسباب الظروف هذه، هو انه جئنا لنطالب برفع الحيف على المتصرفين اللي دام حوالي 20 سنه. هذا الحيف كيتمثل يعني في العداله الاجريه والعداله المهنيه اللي كناضلوا عليها منذ تاسيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربي منذ سنه 2011. المطلب الاساسي ديالنا هو اننا نطالب باقرار نظام اساسي عادل ومنصف اللي غادي يوحد ما بين المتصرفين المشتركين بالوزارات وكذلك متصرفي وزاره الداخليه. هذا النظام الاساسي اللي حنا كنتمناو انه يكون كيضمن العداله الاجريه والعداله المهنيه. هذا الحدث اللي هو كنعتبره حدث عظيم اللي كيجي من بعد واحد الوضعيه المهترئه ديال المتصرفين اللي جات كتسكر اكثر من 20 سنه من 2004، وحنا كنمشيو في هذا الاتجاه هذا. عينا ما نديرو شعارات، عينا ما نديرو مسيرات، عينا ما نقدموا الطلبات ديالنا، الملف ديالنا جاهز، قدمناه للمعنيين كاملين، ولكن الى حد الان باقي ما سمعنا حتى شي حاجه من عندهم. باقي المتصرف كيتعرض للتهميش والقهر والحقره في جميع الاماكن، وبالتالي اننا هذه المسيره هذه هي مسيره انذاريه في الحقيقه، اللي غادي تتبعها محطات اخرى اللي غادي تكون شديده اللهجه الى ما حاولوش باش غادي يلقاو معنا الحل في هذا الحوار الاجتماعي الحالي. والملفات ديالنا حاليا بايد النقابه وبايد الحكومه، واللي قدمنا لهم المطالب ديالنا والملف ديالنا بالتفصيل ديالو من اجل المساواه والعداله الاجريه مع الفئات المماثله. فإلى هما تجاوبوا معنا تبارك الله، ما تجاوبوش معنا غادي نمشيو الاتجاه اللي غادي يكون اتجاه تصعيدي اللي غادي ناخذوا به الحق ديالنا، كما كيقولوا الحق يؤخذ ولا يعطى، فسناخذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم كنجيو كنجسدوا المسيره ديالنا اللي تحولت فجاه الى وقفه، وهي اول مره يعني يتم حظر هذه المسيره السلميه لمجموعه من الفئات والاطر اللي معروف عليها ان اطر مسالمه واطر تبحث عن حقها، حقها الذي تم الذي طاله الحيف لمده 20 سنه، 20 سنه من القهر. والله الا كنقول انا بعدا من موقعي حشومه على الحكومه، حشومه على مجموعه من الوزارات انها لم تنظر بعين مجرد
مجردة وتنظر بعين أحادية الجانب لملف المتصرفين. حان الوقت لحل هذا الملف، حان الوقت لحل هذا الملف بجملته جملة وتفصيلة، وإعادة النظر في نظامه الأساسي وجعله نظاما أساسيا عادلا. كفى من الحقرة، كفى من الحقرة والتهميش، وكفى من الظلم الأجري. نريد عدالة أجرية ولا للتسويف والقهر. نريد عدالة أجرية كما نهجوا ذلك مع مجموعة من الفئات، لن أسمي هذه الفئات، ولكن الحكومة تعلم جيدا أن المتصرفين عانوا الأمرين لمدة سنوات، والاتحاد الوطني المتصرفين المغاربة يقف اليوم صرخة عالية يقولها ويدويها في إطار هذه الوقفة المتحولة وقفة فجأة. يعني نقول للحكومة انظروا بعين واضحة لملف المتصرفين الذي طاله الحيف لمدة 20 سنة. والسلام عليكم. نحضر لهذه الوقفة الاحتجاجية لهيئة المتصرفين بالمغرب الممثلة في متصرفي الوظيفة العمومية، القطاعات ديال الوظيفة العمومية والقطاعات القطاع ديال الجماعات الترابية. نحضر اليوم احتجاجا على عدم استجابة ديال الملف الطبي ديال هيئة المتصرفين لعمر لأكثر من 20 سنة وليست هناك استجابة. اليوم في المغرب كاين حوار اجتماعي، وضمن الملفات التي طرحتها نقابتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هو الملف ديال المتصرفين، لكن ليست هناك الآن ليس هناك لحد الساعة ليس هناك وضوح، والحكومة تحتزم الإعلان عن النتائج في الأفق ديال 25 أبريل. إذن نحن ننتظر، ولكن لن ننتظر من حكومة ليبرالية متوحشة إذن تعطينا شي حاجة شيء الكثير. ولذلك فهذا الاحتجاج هو دليل على أننا غير راضين على إذن طريقة ديال التعامل مع الملف المطلبي لهيئة المتصرفين. ولذلك نظمنا احتجاجات متنوعة، مسيرات، وقفات، وننظم اليوم هذه الوقفة ونعتزم تنظيم مسيرة، ونتمنى أن تستجيب الحكومة المغربية لمطالبنا، لمطالب هذه الفئة ولمطالب الشغيلة المغربية بشكل عام، وترفع يدها على الحق في الاحتجاج وعدم التضييق على الحريات. وتحياتي.